عاجبه حاله، ده لا اكيد. الرفيع مبسوط ولا التخين مبسوط. وفي ناس تقول احنا بنزيد من الهوا، لو فتحنا بقنا نزيد في الوزن، وفي ناس تانية مهما كلت تفضل وزنها ثابت او كمان ممكن تخس. ايه الفرق؟ والحقيقة المعلومات عن النقطة دي لبعض الناس قاصرة جدا. في ناس بتعتقد ان الحاجة الوحيدة المؤثرة في الزيادة في الوزن هي الاكل والشرب، واللي عنده معلومات اكتر بيفكر ان لا، ده في هرمون الغدة الدرقية ممكن هي اللي تعمل، طب ده قلة الحركة بتاعتي هي اللي ممكن تعمل. كل الكلام ده كلام جميل وله جزء من الحقيقة، بس الحقيقة الأكبر والأشمل إن كيمياء الحرق أو اللي بنسميها الميتابوليك ريت بتاع كل إنسان دي خريطة جينية مكتوبة جواه، فيها عوامل أثرت من فترة الطفولة، فيها هرمونات في مراحل الحياة المختلفة كان لها تأثيرها، بس في الآخر هو عنده خريطة بتنفذ اللي مكتوب في جيناته. بمعنى زي ما حضرتك قلت، في ناس بتاكل وعايزه تدخن ومش عارفه تدخن، طب الطاقه دي راحت فين؟ الاكل اللي كانوا ده راح فين؟ وفي ناس العكس، اكلها قليل جدا وتقول لك انا ما بخسش وبدخن كتير. ده لان الجسم فيه هرمونات كتير جدا غير الهرمونات المعروفه اللي هي الغده الدرقيه والنخاميه والكظريه والكورتيزون، لا، في غدد بسيطة جدا عبارة عن خلايا متناثرة في الجهاز الهضمي هي اللي تم اكتشافها حديثا ان هي لها الدور الاساسي في موضوع الميتابوليك ريت ونسبة الحرق ونسبة الاستفادة من الاكل. الاكل له دور، بس انت ممكن تاكل كتير قوي والجسم ما يستفادش ب 90% من اللي انت اكلته ويخرج زي ما دخل. ممكن تاكل حاجة بسيطة جدا بس الجسم عنده يمتصها القدرة كلها ان هو كمان. يستفيد بكل الكمية دي، وبالتالي تلاقيها لها تأثير سلبي. وده اللي بيخلي ناس تعمل دايت وما تخسش، وناس بتاكل كتير وما بتتخنش. وده اللي خلى عمليات السمنة من قبل ما موضوع الهرمونات والتمثيل الغذائي ده يتعرف كان لها تأثير قوي جدا من الأول. بمعنى هو ليه المريض اللي بيعمل تكميم أو تحويل بيخس جدا رغم انه ممكن يقول لك ده انا كنت قبل العمليه اصلا ما باكلش، هو ايه اللي زاد عليا؟